العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ أن يتعلم دينه حتى يعرفه ويتمسك به. الأمر الثاني أن يصاحب الأخيار والمتقين، والأمر الثالث أن يكثر من الدعاء، يدعو الله بالثبات على دينه، ويخاف من أن ينزع منه دينه، يخاف الله عز وجل أن ينزع منه دينه. فبهذه الأمور وغيرها يثبت المرء على دينه بإذن الله.